سيداتي يعني سادتي من ملعب الراكم من الخبر أحييكم مع بداية مباراة الاتفاق من الدمام والشباب من الرياض ضمن مسابقة كأس جلالة الملك المعظم. يحكم مباراة اليوم محمد فودة، حسن بحيري، محمد السماحي وعمر مهنا. على يمين السيدات والسادة في المنازل نادي الشباب بشعاره الأبيض الأرقام السوداء، وعلى يساركم الاتفاق القمصان الحمر أرقام بيضاء السراويل الخضر. يمثل الشباب حارس مرمى محمد المطلق، من اليمين لليسار سليمان نفيسة، عبد الله السويلم، سلطان خميس، عصام سفيان، ده خط الدفاع. في الوسط خالد عبد الواحد، محمد هاشم بانا، حمد الحلوة. في الهجوم مسار السويلم، خالد المعجي، نواف خميس. والاتفاق مبارك الدوسري، سامي جاسم، سلمان نمشان، محمد المغلوس، عادل خضير، عمر باقشوين، عيسى خليفة، فيصل بدين، زكي جمعة، جمال محمد ومروان الشيحة. واللي حيلعب ضربة البداية نادي الشباب اللي بيتخلف عنه في لقاء اليوم نايف مرزوق لإصابته، ونرجو له الشفاء العاجل. وعبد العزيز رزقان وعبد الرحمن الرومي لاشتراكهم مع منتخبنا الأشبال في قطر. والكورة مع محمد هاشم بانا، يلعبها ناحية الظهير سلمان نفيسة، خالد عبد الواحد، البانا تنقطع تطلع برا أرض الملعب. كمان الاتفاق بيتخلف عنه اليوم لاعب المنتخب الكبير صالح خليفة ومحمد أبو حيدر وصلاح بحشوين، ورمي التماس شبابية تتلعب لنواف خميس، بيمشي بيها من جهة الجناح اليمين، ماشي نواف ومعاه عادل خضير بتاعه، هي ياخذها محمد المغلوث، يلعبها طويله قدام وبيجري جمال محمد، وبيجري سلطان خميس، وكوره تطول على الاثنين وتطلع برا ارض الملعب ضربه مرمى. احنا بنلعب في الدقيقه الاولى سيداتي اسادي سادتي من الشوط الاول، والنتيجه ما زالت تعادل الفريقين طبعا بدون اهداف. والكوره مع عبد الله السويلم، يرجعها ثاني لمحمد المطلق حارس مرمى. الحكم محمد فودة يقول لازم الكوره تطلع برا 18 عشان تحتوسها في اللعب، وفعلا يحطها محمد المطلق، وفي هواء شديد، والهواء في الشوط الاول بيساعد نادي الاتفاق. لعب كره طويله تنقطع من فيصل بديل، عمر يشيلها سلمان نفيسة، ولعبها طويله قدام خالد المعجل والمغلوث، تروح لسلمان، سلمان نمشان يلعبها طويله ناحيه زكي جمعه اللي ما يحصلها وتطلع برا ارض الملعب، رمي التماس لصالح فريق اشبه. عصام سفيان ظهير يسار الشباب يرمي الكرة طويلة قدام، يحطها على أرض سامي جاسم، ويلعبها طويلة ناحية فيصل بدين، يلعبها لعمر، عمر لزكي، زكي ماشي يسيبها لفيصل، فيصل لعبها قصيرة لعمر، لفيصل ثاني لعيسى كابتن الفريق اليوم لأنه أخوه غايب صالح. عيسى مرة طويلة لجمال، جمال لعمر، عمر يلعبها ناحية فيصل بدين في الجناح اليمين، يحطها على أرض ما يحصلها، هوا شديد تطلع كرة برا ارض الملعب. ضربة مرمى لصالح الفريق الشبابي، فريق كرة القدم للشباب. حطها المطلق. سلطان خميس يلعبها. البانا. سلطان. عصام. نواف خميس يشترك، زكي جمعة يلعبها لحد جمال، ويجري عبد الله السويلم يرجعها سهلة الحارس مرمى المطلق. نقطة المطلق يلعب طويلة، قطع بخشوين، قطع عبد الله السويلم عالية، تروح المغلوس يلعبها، ياخذها خالد عبد الواحد يلعبها عالية تنقطع من سامي، فيصل بدين يلعبها طويلة جمال محمد، ويقطعها سلطان خميس، مساعد السويلم، خالد المعجل تتاخذ، فيصل بديل يحط كورة على الأرض، يجنح بيها ناحية الجناح اليمين، يسيبها زكي جمعة، يطلعها منه خالد عبد الواحد. مباراة الكأس تختلف عن مباراة الدوري بشيء بديهي وطبيعي، مباراة حساسة، الفريق اللي يخطف كورة وكورتين يجيب هدف هدفين يطلع فايز، طبعا اللي يجيب هدف أكثر يطلع فايز. بصرف النظر عن انه لاعب كويس ولا مو لاعب كويس، المهم اخطف وطلع على الفريق اللي قدامك وتعتبر انت كسبان المباراه. دي مباراه الكاس انه لها ظروف معينه. عصام سفيان يلعب كره طويله قدام خالد، يقطع عادل خضير،
حمد الحلوة يحاول يحصلها، يحصلها يلعبها سليمان نفيسة، بيجري يقطعها منه المغلوس، لكن تطلع كرة برا عرض الملعب، يأشر محمد السماحي إن الكرة طلعت برا رمي التماس. شبابية تترمي، سعد السويلي بيحاول يلم، يلعبها طويل لخالد، يجري سامي ويجري خالد عبد الواحد، يلعبها لنواف الخميس، يحاول يلم نواف، يشترك خالد عبد الواحد ويشترك زكي جمعة، وتطلع برا رمي التماس بسرعة شباب برضو. عصام سفيان الظهير الشبابي اليسار هيرمي التماس، يرميها مع سامي جاسم، تروح لزكي يحطها على الارض، تروح نواف، نواف رجعها على خالد المعجل والنمشان يقطع في الراس، ترجع لها الشبانة على صدره ويلعبها ناحية نواف خميس، يلمها يسار ويحاول يصيح نفسه ويحاول يشوت، يضايقه سلمان نمشان يطلعوا له هي برا ارض الملعب، رمي التماس شباب، نواف خميس سيبها لعصام سفيان. يرميها تروح لسلمان، يشيلها سلمان نمشان، فيصل بدين لم كورة، فيصل بدين يلعبها طويلة تنقطع من عصام تطلع برا الملعب رمي التماس اتفاقية، فيصل بدين يرمي التماس لعيسى خليفة، استخدم في نواف خميس في يده، التعمد لمس الكرة باليد، يحتسب الحكم الفودة، سامي جاسم غير باقي اليمين للعب لمنتخبنا برضه في الكرة الأولى، الظهير مين لعبها طويلة قدام ونواف خميس قطعها، تروح لفيصل بدين يصلح نفسه وشوت عالية، عمر بخشوان بالراس وفي تسلل على زكي جمعة، يأشر السماحي في تسلل، الكرة طلعت برا عرض الملعب، وخمس دقائق انصرمت من الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين بدون أهداف. في الموسم الماضي الاتفاق لعب في دوري 32 مع الفتح في الأحساء وفاز بضربات الجزاء 6-3، كرة لعب عالي عيسى خليفة يقطعها بالراس لعمر ناحية مروان الشيحة وفاول على مروان الشيحة، بعدين دخل دور 16 ولعب مع سدوس وفاز اتفاق هدف واحد، وفي دور الثمانية لعب مع الهلال في ملعب في نفس الملعب اللي نحن لاعبين عليه اليوم، واستطاع الهلال أن يفوز بهدف اللي سجله القحطاني من رمي التماس طويلة من النفاوي، ونقل لكم المباراة ذاك اليوم زميلي يوسف شريدة. مروان شيحة مساعد السويلي يحاول يمر من عادل الخضير، تلعب كورة ناحية نواف خميس، يجرى له خالد المعجل وفعلا لعبها خالد المعجل، ويخرج مبارك الدوسري ويشيل كورة من قدام خالد المعجل، وكانت فرصة اتلعبت كورة حلوة من نواف خميس لخالد المعجل، لكن خرج مبارك الدوسري وأبعد هذه الفرصة الشبابية، وهو محمد بانا يلعب كورة ناحية مساعد، يلم مساعد السويلم، يلم مساعد السويلم لعبة طويلة ناحية مساعد ثاني لخالد، انقطع ومتسلل خالد، متسلل خالد يأشر السماحي وبقول انه خالد بارك الدوسري، 7 دقائق لا شيء للجميع، تلعب كرة طويلة قدام، تلعب ناحية مروان عبد الله السويلي مشيلها، وزكي جمعة حصلها ثاني، تصطدم، يرجع عصام سفيان، وزكي جمعة جناح اليمين الاتفاق يحاول يمر، يشوط في عصام سفيان ويكسب رمي التماس. سامي جاسم حيرمي التماس، فيصل ترجع لسامي تاني يحطها على الارض مع البان، يلعبها الفيصل تنقطع، ترجع الفيصل بديل تاني يدفعها في الحلق، وعبد الله السويلمي يشيلها، لعبها طويله قدام خالد عبد الواحد والمغلوس، ياخذها خالد عبد الواحد ومسكها بالدين والمغلوس وخطا على المغلوس، فودا شايفينه بيجري مع الكوره، فودا حكم متابع جيد من الحكام اللي الواحد بيرتاحه لما نشوفه في ارض الملعب، عصام يلعب كرة طويلة قدام، عادل خضير بالراس يشيلها، يجري عليها حمد الحلوة من الشباب، يحاول يلمها ياخذها من مروان الشيحة ويلعبها طويلة قدام ناحية جمال، يشيلها هاشم بانا، تروح لعيسى خليفة يلعبها ناحية فيصل بديل، يسيبها زكي جمعة، زكي فيصل بيجنح بها فيصل وبيجري يلعبها
لزكي تاني تطلع برا ارض الملعب، رمي تماس على الشبك، لعب سريع من البدايه من الفريقين، كون طلعت برا الملعب. سامي جاسم من الاتفاق حينفس 10 دقائق لاشياء الجميع. عيسى خليفه يرجع كوره سامي قصيره بتاع نواف خميس، لعبه طويله بيجي خالد معجن، المغلوس يشيلها، تطلع من المغلوس برا الملعب، تطلع من المغلوس برا الملعب. اعصاب الفريقين ما هي هي يعني بدايه عصبيه من الفريقين، شيء طبيعي بلد كاس وفيها خروج من مغلوب، وكل فريق بيلعب من بدايه وطويله قدامك بتاعنا نواف خميس يلعبها، تروح لسامي جاسم يشيلها ياخذها الحلوه ومن بعيد يشوت، تستضيف المغلوس ترجع ثاني لنواف خميس يشوت وفي يد مبارك، وفي كان تسلل على خالد المعجم، في تسلل على خالد المعجم. العشر دقائق الاولى بتشهد لعب سريع من الفريقين وفي اداء متكافئ، وطبعا اعصاب الشد العصبي للفريقين نسبته عاليه. ليه؟ لانه مباراه كاس، كل فريق يحرص انه ما يخرج. الشباب العام الماضي في هجمه طويله، احنا اقول لكم عبد الله السويلي مقطعها بالراس وسيبها تطلع برا. الشباب في الموسم الماضي خرج من بدري، صيف زي ما يقولوا بدري من دوري 32، خرج من قدام النهضه باربع اهداف مقابل هدفين. و رمي التماس شبابيه، عصام سفيان حيرميها، يرميها النواف، نواف لخالد عبد الواحد، يقطعها سلمان نمشان، يقطعها البانا بالراس، تروح بس المدينه يحطها على صدره ويجري له جمعه، لكن هو لعبه طويله حق جمال محمد، تنقطع من صاف سفيان لنواف خميس، خالد الحلوه يحاول يلعبها ناحيه عبد الواحد لحمد الحلوه، في حمد الحلوه رقم 8، خالد عبد الواحد بيلعبوا كلهم مدنيه في وسط الشباب، وسامي جاسم حيرمي التماس يرميها ناحيه زكي، يقطع سام سفيان، لعب سريع من البدايه، كل فريق يحاول انه يقتنص هدف مبكر، رمي طويله ويسيبها سلطان خبيث بخبرته تطلع برا الملعب ضربه مرمى صالح خبيث. هذه عادة مباراة الكؤوس، دائما فيها شد عصبي، فيها لعب سريع، فيها رتم عنيف، كل فريق بيحاول يخطف هدف هدفين يعني يرجح كفته بفارق هدف عشان يخرج فايز، بصرف النظر عن الاداء قد فريق يقدم مباراة اداء متواضع لكن يطلع فايز. هذه مباراة الكؤوس هنا وفي ميناء وفي كل محل، كرة طويلة تنقطع من المغلوس تروح لنواف خميس يلعبها في مكانه سلمان نمشان يشيلها، تصطدم في خالد عبد الواحد وتطلع رمي التماس لصالح الاتفاق، وبيأشر حسن بحيري ان الكره طلعت برا الملعب لصالح نادي الشباب. وعصام سفيان ارميها النواف خميس يحطها على صدره ويلعبها طويله قدام ناحيه خالد عبد الواحد، سلمان نمشان يلعب الراس، عيسى خليفه، عيسى خليفه يلعبها ناحيه مروان الشيحه، انقد نفيسه يشيلها عاليه، نواف خميس بالراس ناحيه مين؟ سامي جاسم، سامي بالعرض لعيسى، حط كورة على عرض عيسى يلعبها لزكي، فيصل بدين لزكي ثاني، قطع من نواف لعصام لنواف خميس ثاني لعبد الواحد لعصام لنواف، طويلة قدام لمساعد السويلم تنقطع من المغلوس تروح لعمر باخشوين تنقطع منه ياخذها خالد المعجل يحاول يلم المغلوس معاه، تنقطع ثاني ترجع نواف خميس يرجع خالد المعجل، وخالد المعجل يحطها برا ارض الملعب، برا ارض الملعب. جميل الشباب في تكتيكه انه خلي اثنين بس في قدام راس حربه اللي هو مساعد السويلم وخالد المعجل، لانه نواف خميس بتاخر لخط الوسط كثير جدا، ما بيلعب كجناح يسار بيلعب كلاعب وسط متاخر، وده عادل خضير من الاتفاق يلعب كوره طويله قدام بيجي جمال محمد وبيجي عبد الله السويلم يشيلها تروح ل عمر باخشوين يلمها، عمر باخشوين يلعبها لعيسى خليفة لعمر باخشوين ثاني، يمر عمر باخشوين لمروان شيحة تطلع كورة برا أرض الملعب، و13 دقيقة لا شيء الجميع، عيسى خليفة معاه كورة يحاول يهدي اللعب، حط كورة على أرضه ماشي بيها عيسى، ماشي بعيسى يطولها قدام لمروان، بيجي مروان ناحية الجناح اليسار وبيحاول يمر كثير، بيمر كثير بالعرض وتصطدم في الدين سلطان خميس وتطلع برا ارض الملعب،
طايح محمد المطلق وسلطان خميس يطلع برا ارض الملعب ضربه ركنيه لصالح الشباب. مروان شيحه مشي من ناحيه الجناح الاساسي قوي جدا ودا محمد المطلق وسلطان خميس طايح على الارض. ان شاء الله يقوم بالسلامه ان شاء الله يقوم بالسلامه. قلنا انه الشباب في الموسم الماضي خرج في مسابقه الكاس من بدري، خرج من في دوري ال 32 في مباراه لعبها في الرياض قدام النهضه خرج 4-2، وفي الموسم اللي قبله برضه خرج من بدري مره قدام نادي الوحده ب 2-1. الاتفاق في الموسم الماضي خرج في دوري الثمانيه من قدام الهلال بهدف خسران وفي ضربه ركنيه وقام بالسلامه مساعد طلع برا الملعب يجيله اصابات وترفعت الضربه الركنيه خطره خطره سقطت بالدية المطلق ومسكها الثاني قلت خطره خطره انه كوره ملعوبه والهواء معاه ومبرومه ولكن لا تنسوا ايها السادات الساده انه في حارس حراسه مرمى الشباب يا اخي محمد المطلق. محمد المطلق من الحراس الجديد جدا وكان في سنغافوره الاولى حارس منتخبنا وهجمه شبابيه خالد المعجل بيجري مع المغلوس ويعيق المغلوس ويشوفه محمد فودة وخطا لصالح نادي الشباب. مبارك الدوسري الحارس الاتفاقي وجه زملائه عشان يوقفوا في الحائط الصف الوقفه الصحيحه وبيقول لهم انتوا غطوا زاويه وانا غطي زاويه وشايف مين حنفذ الهواء ما بخلي الكوره ترسل. عبد الله السويلم بيهرج محمد هاشم بانا شاهد في الحيطة عصام اللي شاهد ورجع الثاني لعصام سفيان بلم عصام انقطع منه ولكن تروح لسلمان نفيسة ظهير يمين الشبابي يلعبها طويل تقطع مع هذا الخضير عمر لسامي جاسم زكي جمعة لزكي جمعة وخطأ على دفاع الشباب سامي جاسم حنفذ الخطا يلعبها طويله ناحيه مروان وجمال محمد ينط عبد الله السويلم على منه مقطعها وقطعها خالي الحلوه تروح عيسى يشوط تصطدم ترجع لعمر يا ساتر يا سلام يا ابو سراج عمر باخشوين عمر باخشوين صوب قذيفه اتفاقيه فظيعه طلعت برا الملعب صحيح لكن كوره وهي نازله والهواء معاه وصوبها عبرت القائم عبرت القائم ودحين نشوفها تاني شايفينها قدام محمد المطلق طلع بالهواء وتنشات من عمر باخشوين القذيفه وتطلع برا الملعب عبرت القائم ضربة مرمى بيحطها محمد المطلق وعبد الله السويلم حينفذها ينفذها عالية الهواء بيرجع له هي ثاني فوضى يلعبها على الجانبين وزكي يلعبها لجمال محمد بيجري جمال محمد وبيجري معاه عصام ويطلع سلطان خميس معاه لكن الكرة تصطدم في صدر جمال وتطلع ضربة مرمى لصالح الشباب 17 دقيقة من الشوط الأول أيها السيدات والسادة هو النتيجة لا شيء للاتفاق ولا شيء للشباب سلطان يلعب كرة طويلة قطعها عمر لمروان لعمر والحلوة وعيسى لعمر مع الحلوة حمد وخطأ على عمر باخشوين في الكرة المشتركة مع حمد الحلوة سليمان النفيسة الظهير الشباب اليمين من تقريبا منتصف الملعب نفذ طويلة قدام لمساعد وعادل الخضير ومساعد لعبها العام لخالد المعجل خالد المعجل بعيد يشوط في المرمى وامسكها عبد مبارك الدوسري خالد المعجل نهاية الفرص ثعلب ثعلب شهدته ملاعبنا وشهدوا له دول الخليج وتذكر مرة طلع منتخبنا من مركز متأخر إلى مركز ثالث خالد المعجل بهدفين سجلها وفي هجمة اتفاقية طلعها عصام سفيان خالد المعجل أي فرصة داخل ال 18 يتقيها ثعلب خالد المعجل صورة بالكربون للاعب الشباب القديم صالح عدني الله يرحمه ذاك مات وذا حي الله يطول عمره
وهجمة اتفاقية لحد جمال يشيلها محمد هاشبانة والمغلوس وخذ المعجر. قطع المغلوس عالية المعجر نط قطع وصليحة براسه نواف خميس يلمها نواف خميس وصليحة طويلة على مساعد السويلم ياخدها سلمان نمشان يرجعها ورا لمبارك الدوسري. سلمان عارفين وانتو في منتخبنا الوطني الأول والمغلوس في منتخبنا الوطني للشباب وعمر باخشوين برضو في منتخب فيصل بدين سلمان نمشان جمال محمد فيصل بدين يلوم فيصل يلعبها لسامي جاسم سامي طويلة لزكي جمعة يجي زكي جمعة وبالعرض يعكسها ومروان الشيحة وتطلع برا الملعب ضربة مرمى لصالح الشباب. كورة رستكها الاتفاق رستكها من رستكها يرستكو حطها على الأرض ولعب كورة صح كورة مهندمة منسقة يعني وأخيرا طلعت برا أرض الملعب. الجو في المنطقة الشرقية فيه هواء اليوم وميل بالبرودة ولعل حرارة اللعب تعطي شوية دفء للمباراة وللمعلق. عمر باخشوين وحمد الحلو يقطعها لحد مساعد وعادل الخضير ارتكب خطأ على مساعد السويلي. هاشم بانا خالد العبد الواحد قطع منه خلا زكي جمال محمد رجع ورا العيسى خليفة. عيسى تنقطع من حمد الحلو تلعب طويلة جدا مساعد السويلي معاد الخضير قطع عادل وخطأ خطأ على مساعد السويلي. مساعد السويلي من الوجيهة الجيدة اللي قدمنا هي مدرب الوطني خليل الزياني. عادل الخضير مع الكرة ارفعها في حلق المرمى لحد جمال محمد يقطعها عبد الله السويلم قطع سلطان خميس ترجع ياخذها عمر لعيسى تنقطع تبدا هجمه شبابيه لحد مساعد السويلم ينطلق مساعد السويلم ويلعبها النواف خميس وبرضه المساعد السويلم معاه كوره ماشي بيها يلعبها النواف خميس نواف المساعد هجمه شبابيه واخيرا يبددها سلمان نمشان. سعد السويلي مكل في طريقه وعبر واحد واثنين ولعبها بينية خدوهات مع نواف ونواف لعب يوه ثاني وانقض سلمان نمشان وطلعها برا في لعب حلو من الفريقين. عصام يرمي المساعد عصام سفيان ثاني يلعبها قصيرة يقطع سامي ساسي فيصل بدين يلعبها حلوة يا سلام اللعبة الحلوة ومريرها لسامي ما كمل جميلته فيصل بدين لعب كورة حلوة كده لنفسه بكعب واخدها. فيصل بدين أنا أسميه دائما فيلسوف الوسط الارتفاعي لاعب كبير في مهارات لكن لعبها لسامي طويلة وطلعت برا أرض الملعب من سامي جاسم اترمى التماس واتلعبت ورجعت الخلف لسلمان نمشان وسلمان نمشان يلعبها لعادل الخضير وشايف أنا برا الملعب لاعبنا الدولي مساعد السويلم بيجري اسعافات بسيطة عشان يرجع عرض الملعب ان شاء الله عنده السلامة والصحة وتتلعب كورة بالعرض لسلمان نمشان ما نبغى يلعب انصاف كلهم روافد المنتخب سواء الاتفاق او الشباب او اي فريق. عيسى خليفة معاه كورة يلعبها قصيرة لمروان الشيحة بتاعها نواف خميس تروح لفيصل بدين يلعبها لعادل الخضير عادل يلعبها طويلة قدام جمال محمد هو المرمى فرد وحطها في المرمى هدف وحطها جمال محمد يخرج عليه محمد المطلق وعادل الخضير يرفع كورة ويحطها جمال محمد بعد 22 دقيقة هدف في المرمى الشبابي لصالح الدفاع. لعبة طويلة من عادل الخضير الجناح اليسار الانتفاضي لجمال محمد اللي دخل من بين عبد الله السويلم وسلطان خميس خرج عليه محمد المطلق بتوقيت غير سليم وعالجها على طول جمال محمد في المرمى واصبحت النتيجه واحد للاتفاق لا شيء. الشباب حيحلو اللعب في تصوري ما زال الشباب بيلعب بعشر اللاعبين لانه مساعد ما زال برا ارض الملعب ان شاء الله يقوم بالسلامه. خالد عبد الواحد معاه الكوره رجع لك محمد هاشم بانا لنفيسة عالية لحد نواف خميس يحط على الأرض وجرينه خادم المعجي يلعبها خادم المعجي خادم المعجي لفرد وتطول عليه كورة أمسكها مبارك الدوسري أمسكها مبارك الدوسري وارميها لعادل الخضير 1-0 بعد 22 دقيقة من الشوط الأول لصالح الاتفاق. عمر عيسى شيحة طويلة قدام لحد
الحاج جمال الى حد فيصل بدين، اتلعب طويله نشيلها سلطان خميس وعاليه والبانا وعيسى حطها على الارض، الام كوره عيسى خليل ويمرر لجمال محمد، يسيبها لعمر بكر، لجمال محمد، لعمر بكر شوي ثاني، لسلمان نمشان، لسامي جاسم، سامي جاسم بيمر ويمرر لعمر بخشوي لعيسى خليفه، لحد جمال محمد تنقطع، بيجي سلمان نمشان وخطا على مساعد خطا على مساعد السويلي، خطا على مساعد السويلي. جمهور الاتفاق فرحان طبعا من حقه انه يفرح لانه فريقه جايب جول، اي فريق يجي فريق جول وعلى ارضه لازم يفرح الجمهور، الاهداف تفرح الناس، الكوره اهداف و في لاعب طايح على الارض سلمان نمشان ان شاء الله يقوم بالسلامه، داشر الفودة للرجال التعافي نخش يشيلوا التعبات اوليه، لعبه كره القدم لعبه سريعه، لعبه فيها رجوله فيها شد، بالتالي يصير فيها احتكاكات والاحتكاكات هذه عفويه وبتتم في كل ملاعب العالم، وكثير في ملاعب العالم بشوف لاعبين يحتكوا مع بعض ويطيح من يطيح ويقوم معافى مره ثانيه، ودي ضريبة الكورة وما في شيء ما له ضريبة، كورة حلوة ولابد، وطبعا عشان ندوق حلاوتها لابد نتحمل زي العسل، نتحمل واخذ نحن، قام بالسلامة واطمئن على سلامته خالد المعجل، يا سلام كلهم الاثنين في المنتخب اطمئن على سلامته، ودي الروح الرياضية، وسامي ينفذ طويلة قدام ومروان شيحة بالراس تصطدم في نواف طاق خميس وتطلع برا ضربات وضربة ركنية. الهدف اللي سجله جمال محمد فتح شهية الاتفاقيين انه يقدموا اداء افضل، ولا سيما انه شايفين احنا الاعلام يمكن بترفرف، لا سيما انه الهواء في صالح الاتفاق، فريق متقدم بهدف والهواء معاه وعلى ارضه بيحاول انه يكون اداؤه افضل، وطبعا العامل الارض والهواء عامل مهم، ترفع الضربة الركنية عالية وتنحط بالراس برا أرض الملعب، حط بالراس من زكي جمعة برا أرض الملعب. عمر بخشوي رفع كورة وحطها زكي جمعة برا أرض الملعب، محمد المطلق بيجي كورة يحطها. عبد الله السويلم حيلعب ضربة المرمى. يلعبها طويلة قدام فيصل بدين وحمد الحلوة، فيصل تنقطع براسه، حمد الحلوة ياخذها برجوله ويطولها قدام طويلة. بتاع المغلوس من قدام خالد معجل، حطها على الأرض ويلعبها لظهيره اليسار عادل خضير. يرجعها لعيسى خليفة. لمروان لعادل خضير. لعيسى خليفة. لعبها قدام لاحد عمر مروان شيحه، تطول على مروان الشيحه وتطلع برا ارض الملعب، رمي التماس لصالح سليمان نبيسه من نادي الشباب. سليمان نبيسه الظهير الشبابي اليمين يرجع محمد فودي، يقول له ارجع محمد طلعت الكوره، ترمي التماس نواف خميس يلعبها طويله وعاليه، عادل خضير يحلق عليها يسيبها تطلع برا لصالح فريقه وتماس، يرميه لفيصل، فيصل حط على الارض يحاول يمر ينقطع منه، ياخذها مساعد السويلم يمارس هوايته في الترقيص، يمر من واحد واثنين ويصلحها لحمد، وحمد يرفعها وتروح لسامي جاسم يلعبها الحارس مرمى مبارك الدوزي. مبارك المغلوس، مغلوس مبارك عيسى خليفة، تنقطع منه ياخذها مساعد السويلم وماشي مساعد السويلم، وعادل خضير ينقذ الموقف، وسلمان نمشان خطف مساعد السويلم كورة من عيسى خليفة لكن عادل خضير انقذ الموقف، ولعبها طويلة قدام ناحية سامي وما حصلها سامي، تطلع برا ارض الملعب تصطدم فيه، تطلع برا ارض الملعب ضربة رمي التماس او رمي جانبية لصالح نادي الشباب. ترمي هاشم بانا، عصام، عصام طويل ناحية خالد وعادل خضير الأمة،
لمروان قصيره ياخذها سليمان نفيسه من الشباب. ماشي بيها سليمان نفيسه، ماشي بيها سليمان نفيسه، ارفعها ياخذها عيسى خليفه. عمر بخشوين يمر من البانا يلعب لمروان، مروان لعمر، محمد جمال محمد يشيلها النفيسة عالية ومساعد انشال من على راسه، بتلعب تاني في تسلل، في تسلل ياشر الفودة إشارة بدينه الاثنين شفتوها قبل شوية محمد السماحي، يعني أنا شايفك اعذرني أول ما صفرت الآن صفرت. عيسى خليفة مع الكرة ظهيره اليمين سامي عيسى لعبها غلط تاخذها البانا يقطع منه الذكي لكن يغطيه عصام يرجع ورا للمطلق. مطلق بنطط يلعب كرة عالية شيحة محمد الحلوة خطأ على الشيحة. شوف الحارس بتكون الهواء ضده ولا الكورة عالية والمدافعين يلعبوا كورة عالية اللي الهواء ضدهم الكورة ترجع لهم، المفروض يلعبوا على الجانبين وأرضية كورة عالية ويجي نواف خميس لكن المفروض يشيلها تروح عيسى خليفة يحطها على الأرض يرجعها ورا الحارس مرماه ما كان واخد باله من خالد المعجل. عيسى خليفة كان رجع كورة برك الدوسري ما عمل حسابه إنه خالد المعجل موجود وكان خالد المعجل ممكن يسوي فيها شيء لكن طويلة مسكها مبارك وتلعبت برا وطلعت برا عرض الملعب. نص ساعة أيها السيدات والسادة مضى من الشوط الأول والنتيجة واحد الاتفاق لا شيء شبه. حسام سفيان يرمي نواف، نواف عالية تروح لزكي جمعة عيسى تنقطع زكي جمعة ياخذها في خطأ حكم بوقف اللعب. يوم الخميس برضو حيتقابل الفريقين تاني مرة بس في الدوري، الاتفاق والشباب حيتقابلوا بس في الدوري. وسامي جاسم بعيد يجرب رجوله اليسار برا أرض الملعب، برا أرض الملعب يعني اليوم الاتفاق والشباب لاعبين في الكاس وفي نفس الأسبوع ده في نهاية الأسبوع ده يوم الخميس في الرياض حيتقابلوا مختلف الملاعب، المرة دي من الخبر ملعب الراكة والخميس من ملعب رعاة شباب الرياض في في الدوري العام. عبد الله السويلي بيلعب كورة في الجناح اليمين مساعد تنقطع تروح لفيصل يلعبها لحد عمر باخشوين تاخذ عالية جمال محمد عمر باخشوين مروان الشيحة يشيلها سليمان مروان الشيحة يعني مرة سليمان نفيسة تطلعها برا سعد الخضير حينفذوا مروان نواف خميس يشيلها عالية تروح لعيسى، عيسى حيشوت يلعبها ناحية سامي في الجناح اليمين لما سامي جاسم حطها على الأرض سامي جاسم وبيساره يرفعها في تجلية ولكن يشيلها أخيرا سليمان نفيسة. عيسى خليفة بالرأس يشيلها حمد الحلوة تروح ل عمر من بعيد يشوت ولكن برا ارض الملعب، برا ارض الملعب عمر بخشوين بعيد اذا شوت هذا عمر شوت او صوب بيساره طلعت برا ارض الملعب. لعبت بان مع الكوره يرجعها ورا الحارس مرمى المطلق. حد مساعد السويلم لما مساعد السويلم تاخذ منه خذها عمر لعبها المروان في الجناح اليسار يحاول يمر يمررها ارضيه لعيسى لفيصل لجمال لعيسى لما عيسى يجرب نفسه يشوت اصطدم ترجع نواف خميس حمد الحلوه عاليه ما هي لاحد من زملائه دي العادل خضير من الاتفاق اللي رجعها طويله وبرضه ما هي لاحد من زمايله تاخذ طريقها الى خارج الملعب ضربه مرمى لصالح نادي اشهر.
كرة طويلة لسعد السوالم، لعبها بالراس ياخذها عادل خضير. هجمة عيسى خليفة، مروان الشيحة بيجري بيحاول يمر بالنفيسة، بالعرض لعبها العيسى لجمال، تنشال من خالد العبد الواحد والسوالم رجع ورا حارس مرمى اللي هو المطلق. عالية حتى المعجل، مغلوس يشيلها، النفيسة يشوتها، فيصل بدين يثبتها لعيسى، عيسى لزكي جمعة بصدره لسامي، لعيسى ثاني يساء زكي جمعة، زكي جمعة بحاول يمر وعصام سفيان يخرج له هي برا الملعب. سامي جاسم حيرمي التماس لفيصل بدين يقطعها منه خالد عبد الواحد، تطلع برا عرض الملعب، رمي التماس صالح التفاق، سامي جاسم حينفذ يجري له فيصل، يلعبها لفيصل بدين ترجع لسامي، سامي يشوت في خالد عبد الواحد تطلع برا. باقي 10 دقائق وينتهي الشوط الاول، والاتفاق متقدم على الشباب بهدف واحد مقابل شيء. سامي جاسم يقول الفوضى ارجع ورا شويه، محمد هذا الكره برضه رجع الفوضى، المفروض اللاعب يسمع كلام الحكم من اول مره ويرجع في مكانه الصحيح، ما في داعي يكسب متر مترين. لعيسى لسامي، لعيسى لفيصل يشيلها عبد الواحد، عاليه قطع سلمان، قطع البانه بالراس، سامي بالراس، خالد عبد الواحد طويله، يجري خالد المعجل ويجري سلمان نمشان، يشيلها سلمان نمشان، روح فيصل بدين عاليه، سامي جاسم يلعبها ويجري جمال محمد، وبيجري سلطان خميس، سلطان يلمها ويطلعها برا ارض الملعب. سامي يرمي فيصل، لعبه غلط ياخذها نواف خميس، تنقطع ترجع ثاني لعصام اللي يلعبها لسليمان النفيسة، ظهير يمين الشبابي بيتقدم ويلعبها لعادل خضير، ما يلعبها لحد من زملائه، وعاد يلعبها لعيسى، عيسى يمرر لعمر، عمر لمروان، لعمر لمروان، تنقطع من سليمان، ترجع تاني لعيسى لمروان لعادل خضير، في ظهر حمد الحلوة تطلع برا الملعب، رمي التماس لصالح التفاق. عادل خضير حرمي لعمر، في خطا على عمر، لمس الكرة في يده، حاول يثبتها في يده لعمر، سليمان طويلة هو رجع شوية، ومساعد السوالم ينط، وعادل خضير ينط، تنقطع ترجع لعيسى خليفة في وسط الاتفاق، يلعبها ناحية ظهيره اليمين اللي بتقدم ساند الهجمة، سامي جاسم، سامي بيمشي مر لزكي، زكي لسامي، ماشي سامي، ماشي سامي، ماشي سامي، ياخذها منه عصام سفيان، ولعبها النواف خميس اللي طالع نازل، يطولها قدام يجلي سلمان مشان وخالد المعجل، ويشيلها من قدام محمد المغلوس، جلى سلمان مشان وخالد المعجل انفرد وضايق هو المغلوس، واخيرا طلع له هي ضربه ركنيه، طلعها من قدام خالد ضربه ركنيه. سعد السوالم، الشباب يلعب 4-4-2، نواف الخميس دائما في الوسط مع الثلاثي حمد الحلوه وهاشم بانو وخالد عبد الواحد، المقدمه دائما خالد المعجل ومساعد السوالم، عشان الهواء ضدهم، مساعد يرفع كرة عاليه ضربه ركنيه، وبارك الدوسري يقطعها بيده، ترجع لمحمد هاشم بانو يشوت، تصطدم في الحائط، ترجع لزكي، زكي يلعبها خالد المعجل يحاول يحطها براسه، لكن بارك الدوسري قد ويمسك الكرة دي، خالد المعجل يحط راسه بين رجول اللاعبين، حاول يحطها بالراس، مبارك الدوسري انقض بمسالة قطعها،
تنقطع كوره من مروان شيحه ياخذها ثاني مروان ويلعبها خاطئه ياخذها نواف خميس يضايق عمر باخشوين ياخذها محمد هاشم بانا يلعبها ناحيه الظهير اليمين سليمان النفيسه اللي له كوره يحطها على الارض يلعبها ناحيه حمد حمد تنقطع ترجع لمحمد هاشم بانا يشيلها محمد هاشم بانا يبغى يشوف واحد فاضي يلاقي سليمان نفيسه سليمان يلعبها طويله قدام لخالد المعجي اللي بتاعها المغلوس بالراس وتطلعها بجوله برا الملعب هنا التماس لصالح الشباب الثاني نواف خميس خالد المعجل يصلح خالد المعجل وفاز بالمرمى موجود ومن جانب القائم صلح بيمين وشات خالد المعجل خالد المعجل لاعب جيد حقيقه ونهاس فرص وصلحت له كوره وضايق وشات لاعب محاول لاعب مجتهد وبيحاول انه يسوي اي شيء والكوره اجتهاد لعب رجولي واللاعب المعلق يرتاح لادائه لانه تحس انه لاعب بيلعب لاجل الفلينه لاجل اللعبه على طريقه الفن للفن بيلعب الكوره الصحيحه واللعبه الصحيحه لعب كوره طويله قدام بتاع سليمان نفيسه ياخذها عيسى خليفه من الاتفاق يلعبها ناحيه الظهير واليسار عادل تغير يسيبها مروان عيسى طويلة قدام لسامي اللي انفرد نفسه في الجناح اليمين يلعبها لفيصل بديل اللي فضاله له خانة أيضا هو عصام يلعبها لسامي قصيرة تنقطع مسار السويلم اللي بيرجع من خلف ويجيب كورة وبيعمل مجهود وبيجري وبيجري اسمه بيجري مسار السويلم وبيجري مسار السويلم وصلح لخالد المعجل لكن طويلة طويلة تعب نفسه مسار السويلم من خط الظهر الشبابي قطع كورة من الظهير اليسار ومشي بها ومشي من واحد واثنين وفي الأخير ما مرها التمرير الصحيح لخالد المعجل طويلة عليه طلعت برا عرض الملعب لكنه على حال لعبة اجتهادية ولكل مجتهد نصيب وسامي لعيسى وعيسى لسامي طويلة قدام سلطان خميس قطعها بالراس ياخذها فيصل بدين لعبها لعيسى عيسى للظهير اليسار عادل دائما الظهير الاتفاق اليمين واليسار بيهاجموا وطويله قدام تنحط بالراس ومطلق يشيلها بيطير بفدائيه المطلق ويحط جمال بالراس لكن المطلق يطير بفدائيه ويشيل كوره من قدام زكي جمعه وينقذ المرمى الشبابي من هدف كنت بقول انه الظهير اليمين الاتفاقي سامي جاسم والظهير اليسار عيسى خليفه اقصد عادل خضير هم الهجمات الاخيره تنطلق من طريقهم او عن طريق الاثنين وطبعا كمان في ناحيه مهمه لانه الهواء ما في شده مع التفات فعادل خضير للشيحه لعب غلط تنقطع تبدا هجمه شبابيه يشيلها المغلوس قدام مساعد ولعبها طويله يشيلها سلطان خميس يجري سامي جاسم ولعبها لجمال محمد وعصام سفيان وضربه حره غير مباشره في الدقائق الثلاثه الاخيره من الشوط الثاني النتيجه 1 اتفاق لا شيء الشباب وخطا لصالح خالد اللي ارتكب خطا فيصل بديل وعمر باخشوين قدام الكوره في الناحيه الثانيه خالد عبد الواحد وسلطان خميس وعصام سفيان فيصل قدام الكورة وراها فيصل صلح العمر وشاد عمر أرضية ويه صعبة الزاوية صعبة لكن مطلق بشكل الزاوية صعبة والهواء مع الكورة ماشي الكورة رايحة شديدة المطلق لأن نستهين بالكورة دي لمسكها مطلق برافو يا مطلق مطلق حارس جيد وكان زي ما قلت في سنغافورة الأولى بيحرس منتخبنا سامي يرمي التماس لعيسى لسامي تاني حطه على صدره لعبها الفيصل بكعبه يا حلاوتك يا فيصل لعيسى عيسى طويله قدام اهل احد لعبد الله السويلي مشيلها خالد عبد الواحد لخالد المعجل في اثنين خالد المعجل يشوت تصطدم ترجع لي حلوه سليمان طويله قدام بيجري مساعد السويلم ومبارك الدوسري يخرج من المرمى توقيت سليم ويمسك الكوره العاليه دي يجيبها نقلات فيصل بديم بالكعب لعبات يعني لعبات لعيبه كبار كرة تلعب طويله قدام عبد الله السويلي مرجعها ورا حارس مرمى محمد المطلق لازم معلق يبدي اعجابه باي لاعب جيد يشوفه باي داء جيد يشوفه انا بديت اعجابي قبل شوي بخالد المعجل
وبرضه إيجابي أيضا فيصل بديل من الاتفاق، مو كنوع من التكافؤ بين الفريقين لازم أمدحينه، لا، اللاعب اللي يستحق الثناء لازم نعطيه حقه عشان الزملاء ولا مشوف في التلفزيون يحاولوا بالذات الناشئين يحاولوا يقلدوا اللعبات الطيبة والجيدة ويعرفوا إنه اللاعب الجيد بيأخذ التقدير الجيد زي المجتهد في المدرسة بناخذ تقدير امتياز أو في الجامعة في واحد يأخذ جيد وواحد يأخذ مقبول في واحد يأخذ امتياز كلنا حسب شطارته. وحاشم بانا بالعرض لخالد عبد الواحد لنواف خميس يبدو لي حشوت وهي ماشية، لا ما شاد ولعبة طويلة قدامنا حد خالد المعجل وعصام سفيان، عصام سفيان يحاول يصلح وعيسى خليفة يجيلها قدام عصام سلمان نمشان سامي جاسم يبعدها طويلة قدام يجري سلطان خميس وجمال محمد لكن طلعت برا الملعب لأن التباشا بيها سلطان خميس حارميها المين ياشر حسن بحيري رجل الخط يقول الكرة تنحط من حل نحن نلعب في آخر دقيقة في الشوط الأول والاتفاق متقدم بهدف عصام سفيان حارمي لخالد عبد الواحد يشيلها سامي فيصل بدين بالراس جمال محمد يشيلها من قدامه عصام نواف خميس خالد المعجل تنقطع من عيسى خليفة لكن أخذها خالد عبد الواحد ولعبها طويلة ويجري نواف خميس ويجري سلمان نمشان يشيلها ونواف خميس يحاول يموه يحاول تطلع الكرة برا فعلا طلعت تحقق له مقربه ورمى التماس لخالد لنواف خميس حيرفع تصطدم في سامي وتطلع برا أرض الملعب انتهى الوقت الأصلي من الشوط الأول وبنلعب في الوقت الضايع ويصفر في هذه اللحظة أيها السيدات والسادة حكمنا محمد فودة وينتهي الشوط الأول من لقاء الاتفاق والشباب ضمن مسابقة كأس جلالة الملك المفدى بتقدم الاتفاق بهدف واحد. بيجي فجأة مثل كهرباء هذه حساسية الأسنان عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان أنا هذا الحكي ما بهمني أنا بهمني مصلحته بس لا 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 لازم تشد على عمال أكثر من هيك يا جودات كلهم مجانين يعني مو شايف انه الخاتم حيكون وحداني لحالي فاتن ما كانت تثق فيه ما كانت تطيق تحكي معه حتى المركب يكمل طريقه باقل الخسائر لازم يكون في ضحايا هذا منطق واقعي دوائر الضياع يوميا السابعة والنصف مساء على قناة ذكريات لم يعلم أحد منهم بأنني ابنتك لا بيزار ولا أحد من جنودك هيا يوجد ضوء هناك ساعدوني النجدة النجدة يجب أن لا يحصل الألمكيون على ذلك الكنز أبدا زد الطاقة في وحدة تحويل الطاقة الأرضية حسنا يا سيدي الأحلام الذهبية يوميا الرابعة والنصف مساء على قناة ذكريات ما دام معايا القمر مالي ومال النوم مالي ومال السهر مالي ومال النوم راحت وقال ارتجي عند ديابه وغيابها طول وانا في رجاله ابشر من عيوني الثنتين اثنك تلقى مطالبه ابشر من عيوني الثنتين ذكريات منوعة الجمعة الحادية عشر مساء على قناة ذكريات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. أنا مصر إنهم يروحون ويجيبون مثل العالم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، أيها الإخوة، السلام عليكم. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مرة أخرى من ملعب الراكة بالخبر. أحييكم مع بداية الشوط الثاني من لقاء الاتفاق والشباب، والذي انتهى شوطه الأول بتقدم الاتفاق بهدف واحد مقابل لا شيء للشباب، وذلك ضمن مسابقة كأس جلالة الملك المعظم. حصل تغيير في صفوف الشبابين، خرج خالد عبد الواحد وبيدخل بداله سعيد زاهر رقم 15. أقول لكم قبل ما تبدأ الوقائع الشوط الثاني، لأنه شاف الاتفاق لسه ما نزل، في دور العام الماضي في دور 32 النتائج كالآتي: النهضة مع الشباب 4-2 لصالح النهضة، أحد مع الأنصار 6-5 ضربات الجزاء لصالح أحد، ضمك جرش 1-0 لصالح ضمك، النصر الرياض 1-0 لصالح النصر، الاتحاد الخليج 1-0 لصالح الاتحاد، الأهلي الروضة 1-0 لصالح الأهلي، القلعة الرائد 2-1 لصالح القلعة، والاتفاق والفتح 6-3 ضربات الجزاء لصالح الاتفاق، القادسية الكوكب 2-0 لصالح القادسية، الهلال التهامي 2-0 لصالح الهلال، حجر الترجي 5-4 ضربات الجزاء لصالح حجر، الوحدة الجبلين 2-1 لصالح الوحدة، الطائي شعلة 7-5 ضربات الجزاء لصالح الطائي. بيهبط الآن إلى أرض الملعب نادي الاتفاق، وبعد شوي حيبدأ الشوط الثاني. بالنسبة للموسم الماضي في دور 16 اتفاق وسدوس 1-0 صالح اتفاق، الهلال التعاون 2-0 صالح الهلال، الاتحاد هجر 7-0 صالح الاتحاد، الوحدة القادسية 5-3 ضربات الجزاء لصالح الوحدة. على يمينكم يا سيدات السادة نادي الاتفاق بشعاره القمصان الحمراء الأرقام البيضاء السراويل الخضراء، وهو اللي حيلعب ضربة البداية في الشوط الثاني، والشباب على يساركم، والهواء في هذا الشوط يلعب مع الشباب اللي بيلبس فلاين وقمصان بيضاء، سراويل بيضاء، شرابات بيضاء، الأرقام سوداء. أحد والطائي 2-0 لصالح أحد، النصر الجزيرة 6-0 لصالح النصر، الأهلي النهضة 1-0 الأهلي، القلعة ضمك 2-0 لصالح ضمك، ومحمد الفودة حيبدأ الشوط الثاني. وفاصل البديل لجمال فيصل لعيسى خليفة، طويلة قدام وعصام سفيان يقطعها، تروح لجمال عالية يشيلها سلطان خميس، ترجع لمروان الشيحة يلعبها لعمر باخشوين، يحطها لعيسى خليفة، عيسى خليفة يلعبها طويلة جدا ناحية زكي جمعة إنشال، يأخذها سعيد زاهر اللي لعب في الشوط الثاني بدل خالد عبد الواحد، وهجمة محمد هاشم بانا وجمال محمد وسلطان خميس تنقطع وطويلة قدام تنشال من المغلوس بالرأس، تروح لسليمان نفيسة ياخذها، وباشم بان رجع ورا عبد الله السويلم يحطها على العرض جلال ومروان، لكن هو يلعبها لبان، البان لعبها قصيره ياخذها فاصل بديل، طاب سويلم ولعبها للنفيسه، محمد الحلوه طويله قدام مساعد السويلم، لما مساعد ياخذها من عمر بغشون يلعبها لعيسى خليفه، فيصل بديل تقطع منه تطلع برا عرض الملعب، رمي التماس للشباب، سليمان يرميها الحلوة، عادل خضير هو مساعد تطول ياخذها عيسى خليفة يلعبها طويلة قدام، سلطان خميس يقطعها براسه يفتحها يلعبها لشبانة، شبانة عالية تروح لعيسى، عيسى يلعبها لجمال تطول ياخذها النفيسة يلعبها سلطان خميس، سلطان خميس يبدو لي حيرجعها الحارس من بار رجعها الورا للمطلق مسكها المطلق. في الشوط الاول كان لعبه تكافي لحد ما، انما وسط الملعب كان منطقه مستولي عليها الفريق الاتفاق. لعل الشباب في الشوط الاول كان بيلعب 4-4-2 وبيلعب اثنين راس حربه في المقدمه مساعد وخالد المعجل، يعني في وسطه اربع لاعبين، لكن رغم كده كان التفوق في وسط الملعب لصالح الاتفاق. سليمان نفيس حارم التماس لحد نواف خميس تنقطع منه وترجع تاني نواف وعمر بقشون يشيلها، نواف خميس يشيلها من قدامه عالية يجري عليها زكي جمعة وعصام سفيان، عصام يلعبها لسعيد زاهر
تشال مقدار سعيزان ياخذها عمر باخشوين وتبدا هجمه دفاعيه طويله يقطعها سلطان خميس يلعبها البانا البانا لعبها خاطئه ياخذها عادل خضير يمشي بيها لعيسى عيسى يلعبها يقطعها سليمان عيسى لخالد لهاشم بانا هاشم بانا طويله جدا ويجري مساعد سويلم وعادل خضير بيجري مساعد سويلم اللي امتصها لكن عادل خضير يشيلها من قدامه ويطلعها برا ارض الملعب. في دور الثمانية الهلال واتفاق 1-0 لصالح الهلال، الاتحاد 1-3 لصالح الاتحاد. الاهلي والوحدة 1-0 لصالح الاهلي، ضمك والنصر 2-1 لصالح ضمك. وفي دور الاربعة هلال وضمك 2-0 لصالح الهلال، والاهلي والاتحاد 1-0 لصالح الاهلي. وفي ضربة ركنية لصالح الشباب الان. تترفع خطرة وتنحط بالراس لكن برا ارض الملعب، راس عبد الله السويري انحطت برا ارض الملعب. رفعها نواف الخميس رفع حلوه الحقيقه انحطت برا الملعب. في نهائي الكاس واللي تابعته مع تعليق وصفه وتعليقه مع الزميل زاد قطفي تقابل الهلال مع الاهلي وفاز الهلال 4-1. بكده يكون لقينا نظره سريعه على نتائج العام الماضي وجبناها في الوقت اللي لا ضرر ولا اضرار، في الوقت الضائع بنقول اشياء على الماشي. فيصل بديم يستلم كرة يلعبها لمروان، مروان يرجعها ورا العادل خضير، وعادل يلعبها طويلة جمال محمد، جمال يلعبها لعمر، عمر يسلحها لزكي تطول على زكي وما يحصلها لأن عبد الله السويلم يرجعها ورا الحارس مهما المطلق اللي يرميها بالدين اليسار لعصام سفيان. وأربع دقائق والنتيجة زي ما كانت في الشوط الأول 1-0 لصالح الاتفاق، وعصام سفيان ماشي الكورة يمرر لنواف لعصام يقطعها سلمان ترجع نواف خميس ثاني يمررها طويله ناحيه المعجل يروح لمساعد السويلم يحاول يصلح مساعد السويلم وعادل خضير وتطلع كوره عليه الحكم يقول مشي اللعب وعادل خضير يشيلها يلعبها طويله جمال محمد وعبد الله السويلم براس قطعها هاشم بان يحطها على الارض وضاق فيصل البدين ياخذها سليمان نفيسه عمر باقي شوين يشترك سلطان خميس يمررها لعصام سفيان النواف خميس لسلطان يشوت تاع المرمى ومن جانب القائم. لا الخمس دقائق دي شهد اللعب حركه شبابيه وكمان الهواء له دور في هذه الحركه الشبابيه اللي حصلت. الشباب زي ما الهواء كان في الشوط الاول لصالح الاتفاق واستطاع انه يركز واستطاع انه يجيب جول واستطاع انه وسط وسيطر على وسط الملعب. الان الشباب بيحاول ايضا هو الاخر يستغل عامل الهواء اللي كان في الشوط الاول لصالح الاتفاق وبيحاول يركز ويشوط من مسافات بعيده. يا ترى هل حيكون في وقت اصلي وبعدين وقت اضافي وضربات جزاء ام انه فريق ينهي المباراه في الوقت الاصلي؟ هذا ما حنعرفه اللي بعد ما الحكم يقول كلمته بصفير النهائيه. عادل خضير معاه كوره يلعبها لمروان، مروان بيجري معاه مساعد السويلم يطولها قدام ما لها الى حد، يجري عليها سليمان نفيسه الصغير الشباب اليمين ويمررها لحمد الحلوه يرجعها لسليمان نفيسه للبانه طويله خالد المعجل بالراس لناحيه نواف للمعجل ثاني يقطعها المغلوس لفيصل بدين يلعبها خاطئه ياخذها سعيد زاهر يرجعها ورا لعبد الله السويلم يحط عبد الله السويلم على الارض ويمرر طويله يقطعها مروان لفيصل، فيصل هو طايح يمررها لعمر باخشوين سامي جاسم زكي جمعه عمر باخشوين بيحاول يمر عمر باخشوين وسعيد زاهر معاه ياخذها عمر ثاني يشيلها سلطان خميس عاليه يقطعها سلمان تروح لفيصل بدين يمررها ناحيه مروان الشيحه يقطع عبد الله سويلم يجري مروان الشيحه وسلمان سليمان نفيسه يحطها على الارض وقصيره ارضيه لمحمد هاشم بانا وطويله من هاشم بانا لسعد سويلم يصلح لنفسه سعد سويلم وينفرد والحكم يصفر خطا على سعد سويلم دفع سلمان وخطا على سعد السويلم. سبع دقائق و1 اتفاق لشيء الشباب
وفي تحرك شبابي، وأيضا الاستفاد ما بيستكين، هو الآخر بيتحرك، وما بين التحركات الشبابين وتوثب الاتفاقيين نرجو أن نستمتع بمباراة طيبة خالية من الخشونة خالية من الشوائب. سعيد زاهر بيجري من ناحية جناح اليسار، يقطع له يا سامي، طلع له يا برا، سعيد بيرمي التماس والآخر يسيبها لعصام سفيان، رميها اقطع سامي جاسم، ياخذها عمر، لعبها ناحية جمال تنقطع، وسعيد زاهر ما حصل يطلع برا ملعب، رمي التماس لصالح نادي الاتفاق. الشباب اجرى تغيير واحد من بدايه الشوط الثاني، خرج عبد الواحد لعب بس 45 دقيقه ودخل بداله سعيد زاهر، والاتفاق محتفظ ما زال المدرب بالتغييرين اللي استحقهم اللي هم الاثنين المسموح له، ما اجرى فيهم تغيير. سعيد عاليه، سامي جاسم يحطها على الارض، اصطدم تطلع برا الملعب، سامي حيرمي التماس، جمال قطع عصام سفيان وطلعها برا الملعب برضو لصالح الاتفاق. رمي عالي البانة، خذها زكي، لعب طويلة ناحية جمال، وشوط تحت المرمى وبرا عرض المرمى. مطلق يأشر لزمايله يقول لهم روحوا قدام، الهواء معايا، أنا أجيب لكم الكورة لقدام، يلعبها طويلة، قطع المغلوس، فيصل بديني يرتكب خطأ مع حمد، سلامات حمد، سلامات حمد يقوم بالسلامة، نواف خميس من على الدائرة حينفذ، ينفذ لعصام، عصام ماشي بيصلح، بيحاول يجود يصلح لي يا لحمد، وشوت حمد برا عرض الملعب، وتطلع في اللاعب اصطدم المغلوس، اعتقد تطلع ضربة ركنية. نواف خميس حيرفع ضربة ركنية، خطرة عالية وتدق في القائم وتطلع برا عرض الملعب، خطرة رفعة ركنية، خطرة وحلوة من نواف خميس، صدمت في بطن القائم العلوي وطلعت برا عرض الملعب، إنما رفعة ركنية خطيرة جدا، لا صدمت في أي رأس من رؤوس اللاعبين سواء كانوا مدافعين اتفاقيين أو مهاجمين شبابيين اللي دخلت المرمى، إنه لعبة خطرة، الهواء معاها ومبرومة، مبرومة. فيصل بدين يحاول الكوره يلعبها لعادل، انقطع من حمد الحلوه، الشباب ماشي بيها مع سامي، سلمان مشان يقطعها، انقطع ثاني ترجع لسعيد زاهر، يحاول يمر، يمرر، تمرر لسعيد زاهر ثاني، وسلمان مشان يطلعها ضربه ركنيه لصالح الشباب، ورايح لنساعد السؤال. سعد السويلي حيرفع ضربة ركنية لصالح نادي الشباب، ارفعها عالية وتطلع برا أرض الملعب، مرت أو عبرت من أمام كل اللاعبين وطلعت برا أرض الملعب من الناحية الثانية، ضربة مرمى لصالح نادي الدفاع. اليوم احتياطي للشباب مسعود مبارك وخالد النور ومدعب الهويشي وعبد الرحمن القوسي، وللاتفاق هيثم عبد الرحمن وعادل الصالح وعبد الله صالح وعادل سلمان وشكري حمد، والمغلوس يلعب ضربه المرمى الاتفاقيه طويله لحد جمال محمد، عاليه تنقطع
تجري سامي شيلها تروح لزكي جمعة يلعبها عالي حكمة بخشين تشال من سلطان خميس ترجع لعيسى يلعبها العمر ياخذها نواف يلعبها طويلة مساعد مساعد براسه الحمد يلمها حمد يحاول يمر من عادل خضير ترجع يغير رأيه يمررها بالعرض للبانة البانة يلعبها غلط ياخذها عمر بخشوين تطول سلطان خميس يشوتها على الله بالله وتطلع برا أرضنا سلطان خميس شات برا الملعب تحولت إلى ضربة مرمى لصالح الاتفاق مبارك الدوسري بيحط كرة يلعبها طويلة سلطان خميس عالي يقطعها تروح لسعيد زاهر يشيلها سامي عمر نواف خميس ياخذها من عمر بخشوين ويلعبها عاليه وبيجي سلمان نمشان وسعيد زاهر وسعيد زاهر يشوتها لكن برا ارض الملعب حول ضربه مرمى لصالح الاتفاق اصوات جمهور الاتفاق سامعين انتم كم متغطيه صوت التعليق لان هم قريبين جنبنا تتلعب كره طويله عمر يحاول يلمها مع نواف ياخذها عمر بخشوين نواف خميس ياخذها منه ويلعبها طويله قدام خالد المعجل يصلح نفسه خالد المعجل ويطيح وتلبس الكره في يده ويقول محمد فوده خطا لصالح سلمان وتتلعب طويله قدام وعصام يلعبها لعبد الله سلطان خميس يلعبها لعبد الله السويلي عبد الله السويلي نرجعها ورا الحارس مرمى المطلق الظهير اليمين سليمان نفيسة البانة اللي في الوسط يلعبها خاطئ البانة تصطدم ترجع لعيسى عيسى الجمال جمال المغلوس المغلوس لعيسى خليفة لعادل خضير لمروان الشيحة تطول عليه بتاع سليمان نفيسة عالية بتاع سليمان مشان بالراس لكن تروح نواف خميس يبدو هنا نواف خميس بهجمة يغزو يتقدم يقطع منه المغلوس ورجع ورا حارس مرمى يمتاز لعبة اتفاقية لما يستلموا كورة انه يحطوا الكورة على الارض ويلعبوها فيما بينهم واحد واثنين وخدوهات في حين يمتاز الهجوم الشبابي انه نواف خميس الحكم بوقف اللعب وانا في الوقت ده اتكلم انه في لاعب طايح في الارض خالد المعجل ان شاء الله يقوم بالسلامة عرض سريع للمباراة ونقص سريع الشباب يعتمد انه نواف خميس وسلطان الخميس يلعبوا الكرة الطويلة العالية المشتركة لخالد المعجل ومساعد السويلم خلف المدافعين يستغلوا سرعة خالد المعجل بالذات ومساعد السويلم للوصول إلى مرمى مبارك الدوسري الكرات الطويلة والسريعة اللي هي يسموها اللونج باص التمريرات الطويلة السريعة في حين الاتفاق يحطوا كرة على الأرض ويلعبوا كرات على الأرض أكثر ويتقدم ظهيرهم اليمين سامي جاسي معادل خضير لمساعدة الهجمات وتشكيل ظهيرين يلعبوا كجناحين الشباب ما زال مصر انه يلعب 4-4-2 نواف الخميس ما زال في الوسط وهجمة شبابية مساعد سولم مبعيد يصلح في المرمى قدام حمد الحلوة يمسكها مبارك الدوسري يحط على الارض يقول حكم خطأ على حمد الحلوة سعيد زاهر لما نزل في الشوط الثاني بيتقدم يساعد الهجوم أكثر منه لعب وسط سلمان نمشان مع كورة يلعبها سامي جاسم طويلة سامي جاسم تطلع برا أرض الملعب ما يزك الهجومة تطلع برا أرض الملعب الاتفاق يلعب دائما 4-3-3 في الوسط عمر بخشوين وعيسى خليفة وفيصل بدين في الهجوم زكي جمعة يمين ومروان شيحة يسار وجمال محمد رأس حربة وبيتقدم عمر بخشوين في حالة الهجمة يشكل 4 في الهجوم واثنين في الوسط مساعد السويلي متسلل حسن بحيري يقول مساعد السويلي متسلل تلعب راقب عمر بخشوين دائما تقوم متقدم في الهجوم أكثر من لاعب وسط جمال مع فيصل بدين ماشي فيصل بديل بكورة يلعبها المرة شيحة في جناح اليسار يجري له فيصل يلعبها الفيصل الجناح اليسار طويلة جدا على فيصل شايفين تكتيك الاتفاق الكرات القصيرة الواحد والاثنين خد وهات وعشان لا يلعبوا كور طويلة والهواء ضدهم ترجع لهم الكورة بعد شوية
إذا كنا منصفين وإن شاء الله نكون كذلك، يقول إنه كرة الدفاع شكلها أحلى من كرة الشباب، والله أعلم. وهذا وجهة نظر يعني. سعد سولم بيجري سعد سولم انفرد، لكن يدخل مبارك الدوسري يشيل الكرة من قدامه. سلمان مشان تردد يدخل على مساعد أو وقف، كان يتصور إنه مساعد متسلل، في إنه الحقيقة هو غير متسلل، إنه حسب حيري ما رفع الراية ولا صفر فوده. بعدين سلمان مشان جري شوية، لكن كان مبارك الدوسري خرج وأنقذ الموقف. اللاعب لازم يلعب على صفر الحكم، ما يلعب على الظن واليقين. كثير من اللاعبين ودوا فرقهم في داهية، جابوا العيد لفرقهم بنتيجة ظنهم ويقينهم إن الكرة متسلل أو مو متسلل. الحكم هو يصفر لما نشوف رجل خط رافع الراية، ورجل خط على فكرة هو آخر واحد يقدر يتسلل لأنه هو بتابع آخر مدافع. والمبارك الدوسري يلعب كرة طويلة قدام، وجمال محمد يحطها على صدره ويلعبها لفيصل البدين. فيصل البدين يمردها براسه لمروان الشيحة، مروان رجع لعيسى خليفة يحطها على الوسط لمروان تاني ناحية جمال، يقطع عبد الله السويلي لمساعد، يموه مساعد السويلي وعادل خضير يشيلها من قدامه. يمتلك مساعد السويلي من الفنيات ومن جسم وفعواني ما يستطيع انه يموه بوسطه ويشكل لاعب جيد. نواف خميس انقطع منه كرة الحلوة، اصطدم في ظهر فيصل تطلع برا ارض الملعب. 18 دقيقة من الشوط الثاني، ما زال الاتفاق متقدم بهدف. رامي التماس، عيد زاهر بيجري من ناحية اليسار، يترك خانته في ناحية اليسار ويجي في ناحية الجناح اليمين، لأنه لاعب متحرك سعيد زاهر، كلنا شفناه في الدوري العام مع الشباب كلاعب حرك، يلعب بطريقة اللامركزية، يتحرك في كل أرجاء الملعب. وطبعا لما تشوفوا اللاعب يتحرك في كل أرجاء الملعب على طول تعرفوا إنه لياقته البدنية عالية. دي بديهيات بس برضو أقولها. المغلوس حينفذ ضربة المرمى، قطع سعيد لكن تروح لجمال محمد، يحاول يمر عبد الله السويلي، مطلع عبد الله السويلي برا الملعب. سامي العيسى، عيسى لسامي تاني، يطول لزكي لجمال راح يروح يمين ويعكسها، قطع السويلي بالراس يجري عليها عيسى خليفة يحطها على الأرض، يمررها فيصل بدين، فيصل صليح العرض لعيسى، فيصل صليح لعمر بخشوين، عمر بخشوين يحطها خلف المدافعين لزكي لجمال، ولكن جمال متسلل ويجري له محمد فؤاد يقول له أنا صفرت وقلت إنك أنت متسلل، لا تلعب الكورة تحطها في الجول وبعدين تسوي لي بلبلة وتخلي الجماهير تزعق وتخلي الناس تصيح. مفروض فعلا صفرت توقف ما تلعب. جمال يقول له انا ما سمعت الستيره، تمام انا ما سمعهم يقولوا كده، لكن هذه الاشياء المتوقعه وهي اللي حصلت فعلا. مطلق يلعب كره طويله عاليه ومساعد السوي بنط في الجو ما يحصلها، تروح للبانا، البانا الحمد الحلوه لسليمان نفيسه عاليه وعادل خضير بالراس، البانا يلعبها خاطئ ياخذها عادل ويلعبها لعيسى لمروان الشيحه لفيصل بدين لمروان الشيحه بالعرض لجمال تقطع من سليمان نفيسة لكن تروح لعيسى خليفة يلعب عالي سليمان نفيسة بالرأس انطحها ناحية مساعد السوالم انطحها والآخر البانا يمررها النواف خميس، نواف خميس يلعبها لمساعد طويلة على مساعد ما يحصلها، يحصلوها سلمان نمشان لعادل خضير لعيسى خليفة لجمال محمد يموه بجسمه ويموه بيت على اثنين وبعدين لمروان، ومروان لعبه طويله سلمان مساء سليمان انقذها سليمان نفيسة. شايفين كرات الاتفاقيه الحلوه؟ في كرات اتفاقيه حلوه، لا املك الا ان اقول على الحلو حلوا وعلى اللي مو حلو مرا. هذا لا يعني انه الشباب ما بيلعب، لا الشباب بيلعب، لكن الاتفاق كرته احلى حلا زياده، زي لو قلنا الشباب سك ملعقه سكر واحده، الاتفاق ملعقتين او الشباب ملعقه واحده. وهاشم بانا كره عاليه لمساعد السويلم يموه بجسمه مساعد ويطيع عادل خضير على الارض، تطلع كره برا مساعد بسرعه يرميها للحلوه، الحكم يقول فاول اوت، فاول اوت يعني اترمى الاوت بطريقه خاطئه، رفع رجوله كرة رجول الاثنين ثابته على الارض القدمين والكرة من خلف الراس تطلع. عادل يرميها لمروان، قطع سليمان نفيسة لمساعد السويلم يلمها مساعد وبالعرض يعكسها قدام نواف، نواف
تنقطع منه تروح لمروان، مروان لسامي جاسم، سامي لزكي جمعة، بيجري زكي جمعة، بيجري عصام سفيان، ياخذها عصام سفيان من الشباب، بيحاولوا الشبابين يجيبوا التعادل، نواف خميس مع الكورة يطولها قدام لخالد المعجل، خالد المعجل بيحاول يصلح لسعيد، تنقطع تروح لهاشم بانا، لما هاشم بانا تاخذ منه خطأ على خطأ على داخل شوين، حسام حينفس ينفس طويلة قدام ناحية مساعد تعال الخضير، تروح الحلوة يشيل المغلوس من قدامه وعالية، مروان شي حاول يثبتها يشيلها، يلعبها لفيصل بدين وعبد الله السويلي، فيصل بدين ياخذها بالراس لجمال، جمال لفيصل وجمال يجري المطلق ويجري جمال وفاول على فاول على جمال صحيح، برافو يا فودة، برافو يا فودة، برافو يا محمد يا فودة. إذا كان المباراة اليوم فيها نجوم فمن نجومها محمد فودة. حكم نجم أيضا زي ما اللاعبين نجوم، سعد السويلم بالراس عالية ولا لحد، عادل الخضير ينط في الهواء المغلوس يغطيه ويلعبها لعادل، وعادل يشيلها يلعبها لفيصل، تتاخذ منه ياخذها حمله حلوه، سلمان نفيسة يشيل عيسى خليفه ويلعبها لحد مروان الشيحه، وعبد الله السويلمي يقشها قش من قدام مروان وطلعها برا ارض الملعب. عادل خضير ظهير الاتفاق اليسار يرمي التماس لعيسى، عيسى يلعبها طويله قدام وعبد الله السويلمي يشيلها تروح لسعيد زاهر لهاشم بانا، محمد هاشم بانا وسعيد زاهر لجناح اليمين، بيجري طويله خلف المدافعين لخالد معجد يشيلها سلمان، يلعبها عيسى خليفه، عيسى يسيبها المغلوس، المغلوس يشتتها ناحيه مروان الشيحه، سلمان نفيس، سلمان نفيس يشيلها، مروان الشيحه ياخذها تطلع برا الملعب منه. 24 دقيقه واحد اتفاق لا شيء، وفي تغيير الثاني خالد النور نازل، خالد النور نازل داخل خارج خالد المعجل، خالد المعجل برا وخالد النور جوا، دخل خالد النور وخالد خارج المعجل، سعيد زاهر براو سعيد زاهر، يبانا لسلمان نفيسة طلعت منه برا الملعب. بكده يكون الشباب استنفذ التغييرين، خرج خالد عبد الواحد بعد أن لعب 45 دقيقة هي مدة الشوط الأول، ودخل بداله سعيد زاهر، وخرج بعد 25 أو 24 دقيقة الشوط الثاني خالد المعجل، ودخل بداله خالد النور، خالد بدل خالد، وعاد الخضير من الاتفاق حرمي لجمال، جمال لعبها لمروان، مروان بيراوغ ولعبها تأخذها سلطان خميس، عصام سفيان لكن يقطع عيسى خليفة ولعبها، ما في ولا أحد، ما في إلا المطلق، لعبها المطلق يقطع عمر داخل شوين، لعبها ناحية زكي ما يحصلها زكي، يحصلها عصام، طلعت برا من زكي لصالح الشباب. طبعا لازم مدرب الشبابي يغير كل اللاعبين، يعني اقصد المسموح له بهم، لانه زي ما قلت مباراة كاس ما فيها صبر، لازم فريق فايز وفريق مهزوم. طويلة كرة قدام ومبارك الدوسري يمسكها، نواف خميس بعيد شاطها ومبارك الدوسري أخذها ولعبها لعادل خضير، جات له من اليسار لعبها باليسار، جات له من اليمين من الجناح اليمين، جناح اليسار لعبها الجناح اليمين، كرة مع عادل خضير، جمال محمد، عيسى لعمر، عمر يصلح لفيصل البديل، فيصل يطول ولا لحد للمطلق. عبد الله السويلي قلت المباركة الدوسري جاته من ناحية نواف خميس اللي بيلعب ناحية جناح اليسار، فلعبها الظهير واليسار غير جهة اللعب. سعيد يصلح نواف تطول، عمر باقي شوين ونواف خميس ياخذها منه. بيعمل مجهود كبير نواف خميس، يتحرك بين الوسط وبين الهجوم، طالع نازل. تحركاته كثيرة نواف خميس، وبيشوط من مسافات بعيدة بيحاول يسوي شيء. حسام سفيان يلعب
يدخل في المشال حلو تنقطع يشيلها سامي جاسم. الشباب على الاستنفار بيحاول انه يضغط. عبد الله السويلم يلعب كوره طويله قدام سعيد زاهر بيمر لكن سامي جاسم طول كوره الحارس مرمى مبارك الدوسري. مبارك يلعبها طويلة قطعها البانا حلوة مروان الشيحة يشيلها قدام مساعد ياخذها قطع على مساعد السويلي يشيل مروان الشيحة من الأرض. عيسى خليفة يلعبها طويلة ناحية جمال وبيجري هو في الطاقة خميس وعصام سفيان. عصام سفيان يكسبها يخش على زكي جمعة ياخذها مرضو عصام برضه ماشي بها يسيبها السلطان لا ياخذها عصام ماشي بها يلعبها النواف. نواف يمشي الحلوة سليمان نفيسة مساعد السويلم نواف خميس مساعد السويلم وعاد الخضير ضربة ركن. عاد الخضير طلعها ضربة ركن. برضه الشبابين ايضا بدأوا يحطوا كورة على الارض. شفت الكورة دي اللي اتلعبت بين اقدام كذا لاعب شبابي انحطت واحد واثنين واخيرا نواف خميس لعبة طويلة لساعد السويلم ولم يجد عادل الخضير مفرا ولم يجد لابد مما ليس منه بده. هذه تخش تحت نطاق هذه الكلمة لابد مما ليس منه بده انه طلع ضربة ركنية فأطاح بها إلى الخارج واحتسب ضربة ركنية ونواف خميس حنفذها نفذ انقطع تروح ل مروان. مروان لعبة طويلة قدام واشبانا يجري وسلمان نفيسة رجعها تاني مرة قدام وهجمة خالد النوري قطعها سلمان مشان وسامي جاسم يكمل عليها قدام زكي جمعة. الشبابين زي ما قلت بيعلنوا الاستنفار العام وعبد الله السوالي بيتقدم هو كقلب دفاع بيتقدم كقلب هجوم بيحاول يجيب نتيجة. الشباب بيتقدم كله بينتشر بيحاول انه في الربع الساعة الأخيرة من الشوط الثاني انه يسوي شيء لأنه زي ما قلت مباراة الكاس مباراة لا تعترف باللعب الجيد بالأداء الجيد مباراة تعترف أن الفريق اللي يحط الكورة في الشباك اللي يخرج فائز اللي يخرج خاطف هدف أو هدفين يعني إذا جاب فريق هدف الفريق الثاني جاب هدفين أو هدف زيادة معناته هو الفريق الفائز. هذه هي مباراة الكاس كرة لعب طويلة عالية جمال محمد وتروح لسعيد زاهر لما سعيد زاهر لما سعيد زاهر ماشي بيها سعيد زاهر ماشي بيها ماشي بيها سعيد ماشي بيها سعيد يلعبها ناحيه خالد النور لسعيد زاهر. عادل الخضير يقطعها خالد النور ياخذها يقطعها عادل الخضير يطيحوا الاثنين سوا يطيحوا الاثنين يستمر عادل الخضير طايحا واحتسب الحكم عليه خطا وباقي ربع ساعه والاتفاق متقدم بهدف باقي ربع ساعه نهايه الشوط الثاني الاتفاق متقدم بهدف على الشباب والهدف سجل في دقيقه 23 من الشوط الاول سجل جمال محمد. سلمان نفيسه حنفذ نفذها تنقطع من راس فيصل وجمال جمال محمد بيجري عصام سفيان ويلعبها طويله قدام وبيجري مروان الشيحه محمد المطلق بعيدها براسه برافو لانه ما كان في وراه ولا لاعب لو مسكها بالدينه كان خطا وخرج ال 18 وسعيد زاهر بيجري مع عيسى خليفه زي ما قلت الشباب اعلن استنفار عام مروان الشيحه قطعها من سعيد زاهر يلعس على الكوره تنقطع منه استعجال ياخذها البانا يلعبها سعيد زاهر يلم سعيد زاهر ويجري سعيد زاهر يشق الملعب شق وصلح لمساعد السويلي مساعد بيجرب نفسه بيساره ومبارك الدوسري يطلعها ضربه ركنيه. شايف انا لما بقول الاتفاق اعلن الاستنفار هذا يعني ان الاتفاق ان الشباب اسف اعلن استنفار لانه الشباب كله في حاله هجوم وبدا الاتفاق يتراجع لانه باقي حوالي 13 14 دقيقه يحافظ على الهدف لانه قلت مباراه الكاس وعاود القول انه مباراه الكاس مباراه خطف مباراه فريق يجيب جول او يفرق عن زميله بفارق هدف او هدفين ويطلع فايز ما فيها نقطه هنا ونقطه هنا او فريق يقول انا خسرت المباراه دي يعني ما هي مباراه دوري يقول انا خسرت المباراه دي عاوت المباراه الثانيه وطايع عادل الخضير على الارض وان شاء الله يقوم بالسلامه. ما نبغى لاعب يصاب لا من الاتفاق ولا من الشباب وحتى من بقيه الفرق. اليوم يا بخت جمهور الكوره قام عادل الخضير حيستمتعوا مباراتين في وقت واحد المباراه دي اتفاق الشباب وان شاء الله مباراه النصر والنهضه اللي حتنقل الليله دي في المساء بعد المغرب وحيتابعوها مع زميله يوسف شريده حيستمتعوا جمهور الكوره بمباراتين ورا بعض
ودي طبعا متعة للكرويين، الناس تحب الكرة وما أكثرهم، وأنا واحد منهم. وضرب ركنية تتلعب عالية ومبارك دوسري يطلع في الهواء ويشيلها جمال محمد اللي رجع ورا. الزكي جمعة مبارك طلع وتوقيت غير سليم، لكن جمال محمد كان متابع وطلع الكرة دي، وفي خطأ على جمعة. زكي تلعب الخطأ بسرعة، الشبابيه بيلعبوا بسرعة. سعيد زاهر من بعيد يشوت ناحية عبد الله السويلم. عبد الله السويلم على فكرة عسكر في خط المقدمة الشبابي، ترك خانته في الدفاع وراح عمل معسكر في خط الهجوم يبغى يجيب نتيجة الفريق. وتذكر تلعب طويلة قدام وسلمان نمشان يشيلها ويبعدها تروح لعمر، عمر يلعبها لمروان، مروان طويلة لجمال محمد إلى جناح الجناح اليسار يلمها جمال محمد، يجري له سلطان خميس يحاول يمر منه، يمر منه فعلا لكن ياخذها سلطان، ياخذها جمال ثاني، يتكعبلوا الاثنين يغطيهم سلمان نفيس ياخذ كرة ويلعبها سعيد زاهر، وسعيد زاهر يجري من ناحية الجناح اليمين ويشق الملعب، وبعدين يلعبها نواف خميس، ونواف خميس يلعبها لمساعد السويلم اللي راح جناح يسار يشيلها من قدام وسامي جاسم، ومساعد السويلم ياخذها ثاني، وسامي جاسم ياخذها ثالثا ورابعا سامي جاسم، وطيحها يطيحها مساعد السويلم خامسا لسامي. انتخبت الكرة اربع خمس مرات، الخامسة كانت خطأ على مساعد السويلم. طايع عادل خضير على الارض، مبارك الدوسري حارس الاتفاق يقول غيروه، والحكم بوقف اللعب، وانا اتبحبح في هذا الوقت، في هذا الوقت اللي حكم وقف اللعب اتبحبح شوية، واقول اجمالا اذا جاز القول ان الشوط الاول شهد اللعب تكافؤ في بدايته، في بدايته طبعا كان جست نبض، كان فيه شوية اعصاب مشدودة الفريقين، ودي طبعا مباراة الكؤوس لا جديدة في ذلك. بعدين وسط الملعب كان الاتفاق مسيطر عليه، النتيجة الإجمالية الشباب خسر في الشوط الأول والاتفاق كسب في الشوط الأول بفارق هدف. الشوط الثاني كرة الاتفاق صارت أحلى، ولكن الشباب حماس أداء لاعبينه أكثر، أداءهم في رجولة أكثر، وأعلنوا الانصفار لدرجة أنه عبد الله السويلم تقدم من الدفاع وعسكر في الهجوم في خط المقدمة عشان يجيب نتيجة، وهاشم بانا معاه الكورة، وسعيد زاهر رجع عبد الله السويلم لمركزه في الدفاع، قالوا له جماعة عودوا بس أرجع ونحن نكفيك الباقي، وجمال محمد وسلطان خميس اقطعها تروح لزكي جمعة، من سلطان لزكي جمعة، زكي جمعة ماشي ناحية الجناح اليمين يطيحوا، وخطأ خطأ في تغيير اتفاقي، في تغيير اتفاقي يدخل عادل الصالح حكم برضه اللعب، في لاعب طايح من الاتفاق اللي هو زكي جمعة، ان شاء الله يقوم بالسلامة. عادل خبير خرج ودخل بداله عادل الصالح، عادل بعادل بس ذاك خضير وده صالح، التغيير الاول لصالح على الاتفاق، وسامي جاسم حينفذ الخطا اللي صار كان لصالح ذاك جمعه الجناح اليمين الاتفاقي، سامي جاسم الظهير اليمين الاتفاقي حينفذ الخطا، وباقي 10 دقائق وانتهى الشوط الثاني وانتهى المباراه والاتفاق متقدم بهدف، وسامي حينفذ يشوت سامي وجمال محمد بالراس، لكن بالراس برا الملعب، ده عادل خضير بيتوقع على مقطع العلاج الطبيعي وخارج من بعد ان ادى واجبه، خرج عشان يعطي فرصه للاعب مو مصاب انه يلعب بداله. عمر بخشوين معاه كوره لجمال محمد، جمال محمد بيلوم كوره ومعاه البانا يوقف اللعب، يوقف ويلعبها بالعرض لعيسى، عيسى لجمال محمد ثاني يلومها جمال محمد وهو طايح يدعس عليها لعبد الله السويلم، عمر بخشوين ياخذها، عمر بخشوين عبد الله السويلم ياخذها منه ثاني، وسليمان نفيسة يشيلها ويلعبها طويله قدام للنور، خالد قطع المغلوس منه وخطا على المغلوس، خطا على المغلوس، بعد ما قطع الكره المغلوس مسك خالد النور، يا سلام يا فودا، فودا احد النجوم المتألئه في هذا في ملعب الراكه اليوم. سليمان نفيسة يمررها سعيد زاهر، بيصلح سعيد زاهر نفسه وحيشوط وشات من جانب القائم، واقفين الدفاع على الدفاع، الدفاع على الدفاع، وبيطالعوا البعض وبيطالعوا الحكم، ووجدها فرصه سعيد زاهر وشات، لكن شات برا ارض الملعب، الحكم جاي يجري في الناحيه الثانيه، لا سعيد زاهر اللي دوم شات الكوره دي،
الحكم جينا حتى ثاني متكبر عم بتابعه جمال محمد طايح هذا جمال محمد والحكم الفوضى بيطمئن على صحته. ايضا من مهمات الحكم انه يطمئن على صحه اللاعبين على سلامه اللاعبين من مهمته ايضا. قام جمال محمد مبارك الدوس اللي يحط الكوره عشان محمد المغلوس يلعب ضربة المرمى بعد الكورة اللي شاتها سعيد زاهر برا ضربة مرمى اتفاقية لعب طويلة وعالية وسليمان نفيسة ياخدها يرجعها ناحية خالد النور دعم ساعة عادل الصالح يشيلها محمد الحلوة يشيلها سامي وعمر باخشوين وسفيان عصام يلعبها طويلة قدام ناحية النور تنقطع ترجع للبانة لعبها عالية ناحية النور والمغلوس بالراس والنور بالراس ناحية مساعد وعادل الصالح يشيلها من قدام مساعد لمروان مروان يشيلها منه سليمان نفيسة طلعها برا أرض الملعب و 38 دقيقة مضت من الشوط الثاني الاتفاق واحد الشباب لا شيء ترمي التماس برا الملعب كورة ترمت برا الملعب تنعاد لأنه تلعبت من برا أرض الملعب تنعاد صالح الاتفاق جمال لفيصل بديل فيصل لعيسى عيسى طويلة حق جمال محمد يلعبها عبد الله السوني براسه على طول برا الملعب تطلع لصالح نادي الاتفاق. فيصل بديل حيرمي لعيسى خليفة لعادل الصالح لفيصل بديل لمروان الشيحة لفيصل بديل اللي يلعبها عالي تصطدم في راس عبد الله السويلم ترجع عبد الله يقطع براسه ثاني ناحية حمد حمد عالية للنور وسلمان مشان بالراس طامي جاسم يحطه على الأرض ويلعبها لزكي زكي رجعها لعمر باخشوين عمر باخشوين رفعها في حلق المرمى عبد الله السويلم يقطعها براسه جمال محمد وعيسى خليفة والبانة ياخذها وتروح للنور النور بكعبه لكن اليمين لعادل الصالح يقطعها لفيصل بدين يسيبها تطلع برا الملعب رمي التماس لصالح الشباب بعد حوالي 6 دقائق وينتهي الشوط الثاني والاتفاق متقدم بهدف سليمان نفيس حيرمي التماس لمين ارميها مساعد السويلم يصلحها براسه مساعد له ثاني يسيبها لعبد الله عبد الله السويلم يلعبها طويله وعاليه عند سعيد زاهر وعادل صالح يقطعها بالراس ناحيه فيصل بدين اللي يلعبها طويله قدام ناحيه عمر يقطع عبد الله السويلم لاخوه مساعد مساعد يلمها وبيحاول يمر يصلح للنواف خميس نواف خميس خلفهم لعصام قطاع عيسى خليفة ويلعبها لعمر عمر بيجري باخشوين ويلعبها لسامي جاسم سامي جاسم لفيصل بدينة في الجناح اليمين يأخذها سلطان خميس منه ويطلعها عالية تروح لعيسى خليفة يلعبها بالرأس الخلف ياخذها محمد المغلوس عالي ايضا للخلف تطلع برا ارض الملعب رمي التماس لصالح نادي الشباب سليمان نفيسة مساعد السويلم يلوم كوره مساعد السويلم يموه بجسمه يلعبها حلوه لسعيد زاهر سعيد زاهر تقطع الكوره عليه يقطع منه مروان الشيحه يطيح سعيد يقوم ثاني مره ياخذ الكوره مبارك الدوسري ويرميها بيده لعيسى خليفة سامي جاسم فيصل بدين سامي جاسم زكي جمعة ياخذها سلطان خميس طلع سويلم عصام سفيان طويلة سامي جاسم يقطعها فيصل بدين زكي جمعة يمر من عبد الله السويلم وزكي جمعة قطع على زكي جمعة يطلع بخطة طويلة قدام تنقطع من سلمان نمشان تروح لفيصل بدين يحط كورة على عرض فيصل يلعب ناحية جمال محمد سلطان خميس بتاع براسه تروح لخالد الحلوة بالراس للنور يجري نواف خميس نواف خميس يجري من بعيد يشوت برا أرض الملعب برا أرض الملعب الشباب بيلعب لاخر لحظه ودروح عاليه وبيحاول انه يجيب التعادل والكوره كره القدم عموما لا تعرف المستحيل فريق ممكن في ثانيه يغير نتيجه ممكن يجي هدف في اي لحظه سواء لصالح الاتفاق او لصالح الشباب
عشان كده دائما اللاعبين بيلعبوا بمعنويات عاليه، وده اللاعب الجيد اللي يلعب لاخر لحظه يعرف ان الكوره مالها كبير، يعرف ان الكوره تخدم اللي يخدمها. مبارك الدوسري يلعب كوره طويله ناحيه زكي جمعه، حط على صدره زكي جمعه، يلمها زكي جمعه يلعبها الفيصل، فيصل رجعها لسامي، سامي لزكي، زكي الفيصل، فيصل يصلح لعمر، باخذ شويه تطول منه ياخذها المطلق، المطلق بسرعه يلعبها طويله ناحيه النور، ونواف وسامي جاسم يشيلها من قدامهم الاثنين وطلعها برا عرض الملعب، تصطدم في نواف خميس ويحتسبها الحكم لصالح الاتفاق. سامي جاسم حيرمي، فيصل بديل البانا يرجع الخلف لعيسى، عيسى طويله قدام لجمال يلمها جمال محمد، يصلحها لعمر، عمر لمروان في الجناح اليسار يلمها مروان الشيحه، ومن بعيد يجرب نفسه يشوط، والمطلق يصطدم في يده وتطلع اربع ركلين. برافو عمر، برافو مروان الشيحه، برافو محمد الوطني. عمر مروان الشيحه صلح لنفسه وصوب جرب نفسه، والمطلق عرضيه خلاها ضربه ركنيه. مروان حينفذ ضربه ركنيه عاليه يبعدها حلوه تروح لعيسى خليفه، ونواف رجعها الخلف ويقطعها محمد الحلوه ثاني تروح لنواف خميس، يحطها على الارض نواف خميس مثل ما بيلعب في الدقيقه 43، ويلعبها طويله قدام لخالد النور بيجري، وسلمان نمشان يمر بسلمان نمشان يضايقه يتصلح له ثاني، وتتلعب العرض وبرا ارض الملعب تطلع ضربه مرمى لصالح نادي الاتفاق. سامي جاسم اصطدم تطلع كوره برا الملعب، اكرامي من سلمان من سامي تطلع بنايف خميس، تطلع عيسى خليفه تروح لسعيد زاهر، سعيد زاهر بيجرب نفسه لعبها طويله قدام شعر السويلي وعادل الصالح، والحكم سعد السويلي ياخذ كرت اصفر، مودة يديله كرت اصفر في طايح سلمان نمشان، في كرت اصفر لسعد السويلم، الحكم يبدو المصفر لانه في لمسه يد او شيء من هذا القبيل، ومساعد لعبها برا والحكم بيديله كرت، وعبد الله السويلم باعتباره كابتن الشباب يتفاعل مع الحكم وبيقول لاخوه مساعد لا لا تعترض الحكم، برافو يا عبد الله السويلم كابتن نادي عبد الله السويلم بيقول لاخوه لا تعترض على قرار الحكم، وانت صحيح انك الحكم صفر كوره في يدك شوتها برا ليش؟ ما في داعي تضيع الوقت، الوقت الاصلي انتهى ايها السيدات والسادة، وبساعد الملعب ونحن بنلعب في الوقت الضائع، وهذا الحكم هو الميقات الوحيد، والاتفاق متقدم بهدف. مبارك الدوسري يلعب كوره طويله وعاليه، وعبد الله يلعبها بالراس تحت حمد الحلوه، وعادل الصالح بالراس يشيلها تروح عبد الله السويلي يلعبها لاخوه مساعد، الأمة مساعد السويلي يحاول يمر من عادل الصالح، وخطا على عادل الصالح، خطا على عادل الصالح، ما زلنا نلعب في الوقت الضائع، ما زال الاتفاق متقدم بهدف اللي سجله جمال محمد في الدقيقه 23 22 ونص 23 في الشوط. في خطا صالح الحكم ما عارف ايش سوى مساعد الحقيقه، لكن شايف الحكم بيديله كارت احمر وبيطلع مساعد السويلم برا الملعب، بيعطيله كارت احمر وبيخرجوه برا معه الامين خالد، والكوره عاليه مرفوعه خطره، ومبارك الدوسري يطير وتترفع عاليه وبرضه دربكه عند الباب الشبابي وعند الباب الاتفاقي ودربكه ويشيلها المغلوس ورجعها عصام سفيان، ويرفع الراي حسن بحيري انه في تسلل على خالد النور. ما كنت ابغى انه مساعد السويلم تفقد اعصابه ويحرج الحكم ويخلي الحكم يديله كارت احمر، هو ما الحقيقه ما حرج الحكم، احرج فريقه لانه فريقه في غمار الدوري وفي غمار التنافس الشريف، وفريق الشباب متصدر الدوري وياخذ كارت احمر، خساره على فريق الشباب على حال اللاعبين بشر والحكام ما في شك
انه بيطبق القانون واللاعب فقد اعصابه استحق كارت احمر. الحكم يرى ذلك والحكم بيطبق القانون والقانون معه. في اي اعتراض من اي سوء سلوك بيشهر في وجه اللاعب الكارت. قبل شويه كان اشهر في وجه مساعد السوري كارت اصفر وبعدين اشهر له كارت احمر، وما في شك في ذلك انه الحكم هو بيدير المباراه بالطريقه اللي بيطبق فيها القانون. نصر روحا انتهي سيداتي يعني سيدي الشوط الثاني وتنتهي المباراه بالتالي، ويخرج الشباب من مسابقه الكاس ويفوز الاتفاق بهدف واحد مقابل لا شيء. حتى نلقاكم في المباراه القادمه، نقول للشباب حظا اوفر في المباراه القادمه، وتمنياتنا للاتفاق ولكل فرقنا بالمزيد من التوفيق. واحييكم من ملعب الراقب الكبر، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.